عضو مجلس الاداره ورئيس لجنه العضويه في النادي الاهلي طارق بيه قنديل. ازيك يا فندم؟ ازيك يا كابتن هشام؟ ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا طارق بيه؟ اخبار حضرتك ايه؟ وتحيات الكابتن محمد حشيش لحضرتك. ازي يا كابتن محمد؟ اهلا استاذ طارق، ازيك؟ الله يكرمك، منور القناه. يعني انا عرفت ان حضرتك موجود في مقر النادي الاهلي، او كالعاده يعني انت دايما موجود الحقيقه، وعندك برضو يعني عدد كبير من العضويات موجود خلال هذه الفترة. أنا غششت الناس وقلت لهم يا جماعة قبل 1/9 حاولوا تبقوا موجودين في عائلة الأهلي، فيعني أنا مش هعمل أكتر من كده طارق بيه يعني. لا طبعا مجهود طيب من حضرتك بخير. لا لا مش قصدي، أنا قصدي يعني إن أنا يعني المفروض الحاجات دي ما تتقالش غير من خلالكم، لكن يعني أنا بقول إن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني انا عايز اهون على الناس شويه اللي هيحصل بعد كده ان شاء الله يعني. والله يعني في ضغط جامد جدا على النادي خصوصا الطريقة. فلا حاجه بيكلمني وانا لسه بطلع من فرع التجمع، لان مجموعه عضوات كتيره ومستويات كتيره ومراجعتها. وكان النهارده برضه في حاجه جميله، النهارده عملنا اول عن طريق الكونفرنس يعني مع عدد كبير من الاعضاء، لان كان اول مره نعلن على ان احنا فيديو كونفرنس. فقدموا عن طريق اونلاين رغيف الادويه، كان في جزء منهم كبير من خارج مصر من بلاد كثيره يعني بلاد اوروبيه ومن الدول العربيه. فكانت بدايه جميله جدا لموضوع الكونفرنس، فيديو كونفرنس كلجنة عضوية. كان بالاشتراك مع الإدارة التنفيذية النهاردة بالكابتن الدكتور سعد شلبي وإدارة الاشتراكات، فكانت حاجة هايلة أوي النهاردة وإقبال كويس جدا. وفي نفس الوقت حريصين إن إحنا برضو يعني راغب الأدوية من أول 7 الأدوية في التجمع الكامل، الشيت زايد بقت ب 400,000 بدل 285,000 في كل فرع يعني. في دخلة فيها طريق توكيل المضاف. هو التجمع بكام دلوقتي يا طارق بيه؟ هو من اول 7 المفروض ب 400,000 والشيخ زايد 400,000. فاحنا في ماده الرسائل مع حضرتك تفضلت لغايه 31/8 بالسعر القديم اللي هو 285,000 كل فرع. يعني مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس سعره 285,000 جنيه حتى يوم 31/8 بالظبط، صح كده؟ نفس الحكايه فرع الشيخ زايد، نفس الموضوع بالمقر النادي الاهلي في الشيخ زايد. هيبقى كل مقر كل فرع فيهم هيبقى الادويه بتاعته ب 400,000 بعد من يوم 1/9 هيبقى ب 400,000. 400 اصل هو الصوت مش واضح قوي يا طارق بيه، معلش فانا عشان كده بقول ورا حضرتك. كده كويس يا فندم؟ اتفضل يا فندم. طبعا اقبال جامد جدا وخساره وخساره جديده يعني. يعني زي ما حضرتك تفضلت صراحه قبل كده فرع معمول بكل التقنيات الحديثة، حاجة مختلفة جدا يعني. يعني بقى مزار النهاردة ناس كتير قوي بيبقوا عايزين يتفرجوا على فرع التجمع الخامس أو فرع الخيرية الجديدة اللي هو عنوان مميز لفرع حديث من فروع النادي الأهلي. طيب يا طارق بيه، يعني خلال هذه الفترة و تيسيرا لوجود الناس او لوجود عائله الاهلي خلال الفتره القادمه، هل من الممكن ان يكون في عروض اخرى يتم الاعلان عنها؟ يعني لو تقدر تدينا حاجه كده تسهيلات. عايز اقول حاجه يعني تسهيلات يعني. في اقبال جامد جدا على سداد الكاش كمان. نعم. النهارده كان في جزء كبير كده وخلال في نفس الوقت التسهيلات احنا من فتره خلينا القسط من خلال النادي المسموح به بيبقى 50% والباقي على 4 سنين بالاضافه للفوائد. وبرضه للمجموعات يعني الحاجات اللي فيها مجموعات بيبقى ممكن 30% مقدم والباقي على 5 سنين بالفوائد. ايوه. او 25% في بعض الحالات، برضه في بعض الجامعات كل ما بيكبر العدد والباقي على 5 سنين بالفوائد او ممكن تصل. ايوه. كلها حاجات طبعا يعني، والمبلغ قياسا لانديه كتير جدا، مبلغ يعتبر اقل من الامكانيات الموجوده والحاجات الادوات الموجوده جوه النادي.
النقابات لها حق هي حديثة جدا، وفي نفس الوقت الاشتراك ما زال يعني يعتبر معقول جدا. لا الحقيقة أنا بشوفه رقم رائع الحقيقة، 285,000 يعني حتى على التجمع الخامس حاجة يعني، لأن المقر نفسه يعني حضرتك أعلنته كمجلس إدارة من خلال كابتن خطيب التفاصيل إنه مليار ونصف مليار جنيه الحقيقة، فلا يعني حاجة كبيرة جدا وحاجة قوية جدا جدا جدا. كان الكابتن حشيش برضه بيتمتع بالإيزا اللي بيشترك في الفرع سواء التجمع أو إزاي، إن هو ليه خلال 4 سنوات من تاريخ اشتراكه إن هو يعمل يعلق عضويته، خلاها عضوية عاملة في النادي كل فروع النادي بنفس سعر العضوية الحالي اللي هو 855,000 اللي هيزيد، يعني اللي بيتمتع بالميزة دي لمدة 4 سنوات. لمدة 4 سنوات؟ بنفس الرقم يعني. بنفس الرقم اللي العضوية العاملة دلوقتي العضوية الرئيسية العضويه الرئيسيه اللي هو الجزيره يعني، او العضويه الرئيسيه لكل المقرات. مجازا دايما بنسميها الجزيره، هي عضويه النادي كله يعني مقره كجزيره وكل فروع. طيب كابتن حشيش كان بيسال حضرتك عن النقابات، هل النقابات ليها اي ميزه؟ هو زي ما حضرتك واضح المجمعه اللي داخله فيها النقابات هي العضويه المجمعه. العضويه المجمعه داخل فيها النقابات مظبوط؟ مع كل التشريعات اللي بتقدمها حاليا يعني، في نفس الوقت ممكن ما بيكونش عروض مع النقابه، لكن الوظيفه نفسها بمنتحر في النقابه بيفصل عن النادي. الحقيقه طارق بيه يعني مجهود رائع جدا، ولكل من لم يذهب الى مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس عليه ان يذهب ليرى شيء رائع وشيء جميل، و الحقيقة مقر على أعلى 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 مستوى زيه زي بقية المقرات اللي موجودة، ولكن احنا بنتكلم على آخر مقر تم افتتاحه، ومجهود كبير جدا جدا من حضرتك ومن كل أعضاء مجلس الإدارة الحقيقة وبرئاسة الكابتن محمود الخطيب. أنا شخصيا كعضو عامل في النادي الأهلي أنا بشكركم جدا يا طارق بيه على كل هذا المجهود اللي حضراتكم بتبذلوه. هو برضه عايز أوضح حاجة، اتفضل يا فندم. الموجودة والإمكانيات الموجودة في فرع التجمع الخامس ليها أكثر من سبب، طبعا التطور الحديث اللي بيحصل في الامكانيات وفي التقنيات الموجوده، فدايما الاحدث بيبقى بيتمتع بالحاجات دي. زائد ان الحمد لله ربنا مجد بقياده الكابتن محمود الخطيب، انه هو المجلس اللي على مدار الدورتين هو اللي جاب الارض، وهو في نفس الوقت اللي تولى عمليه اداره الانشاءات. ايوه دي بحد ذاتها برضه تدي نوع من الثقل في متابعه القصص، انها تطلع بالمستوى الراقي اللي طالع بيه فرع التجمع، ان هو مجلس واحد كمثل. صحيح. استاذ طارق احنا طبعا بنشكركم يعني كاهلاويه وكاعضاء عاملين في النادي الاهلي على الحاجات الكتيره بصراحه خلال الفتره اللي فاتت اللي بتقدموها على مستوى بقى الاعضاء يعني، بما فيها طبعا الفروع الجديده و البلاج بتاع مارينا، الحاجة الجميلة جدا اللي انتوا عملتوها، وانا شخصيا رحت واستمتعت يعني بالقعدة هناك. بقول ان فرصة ذهبية للناس دلوقتي قبل ما السعر يغلى يبقى 400، دلوقتي 285، ده سعر يعني يعني في الظروف اللي احنا فيها والغلا اللي بره ده، لما يكون مبلغ زي ده اشتراك النادي الاهلي فرع التجمع اللي هو يعني تحفة. احنا طبعا رحنا اكتر من مرة مع كابتن خطيب وفي الافتتاح، حاجه يعني ممتازه فوق السوبر يعني. وطبعا الناس كلها عارفه ان الاسعار جوه الانديه كمأكولات ومشروبات وقعده يعني ممكن واحد يقضي يوم كامل مش هيدفع اللي ممكن يدفعه في كافيه او مطعم مثلا بره يعني، مش هيدفع ربعه يعني. فدي حاجه يعني بشجع الناس انها تشترك قبل ما طبعا السعر يزيد، وانا عارف ان انتم مش ملاحقين طبعا يعني العضويات خلال الفتره اللي فاتت، وده مجهود هيجي عليك برضو جامد، انما كله يهون عشان خاطر النادي الاهلي يعني. وزي ما اتفضلت يا كابتن حشيش، طبعا انت حاجه من ابناء النادي الاهلي المميزين يعني، ان كل ده يعني بنعتبره احنا كمجلس اداره ان جمهور الاهلي واعضاء النادي الاهلي يستحقوا كثير واكثر واكثر. صحيح. تمام، انا بشكرك جدا يا طارق بيه على وجودك معانا، واسفين على ازعاجك يعني خلال هذه الفتره، انا عارف
عندك مشاغل كتيره جدا، ولكن انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه العضويه في النادي الاهلي.